السلام عليكم، عواشركم مبروكة. الوغ نبقاو دائما في الاحتياجات ديالنا ديال سيدنا رمضان. في الدرس اللي سبق او في الفيديو اللي قبل من هذا كنا شفنا صلاية او زربية ديال الصلاة او سجادة، شفنا كيفاش نصوبوها. واليوم غادي نحاول بدوك البقايا ديال التوب اللي بقاو ليا، حيت بقاو ليا طرفات ديال التوب من ديك الخدمة، غادي نحاول باش نصوبو واحد لابوشيت او واحد الغلاف لهذيك الصلاية، ونحاولوا كذلك نصوبوا التسبيح، نصوبوا له واحد لابورس او واحد الخنيشه بحال هذا الشكل هذا. داكوغ، دونك نشوفوا اشنو اللي غادي خصنا باش نصوبوا هذا الشيء. الوغ باش نصوب هذيك لابوشيت اشنو اللي غادي خصنا؟ غادي خصنا واحد الطرف ديال الثوب بحال هذا الشكل هذا، وغادي نديروا له المطلس. الوغ انا خديت ديجا طريفات، ها هو كنبقى ليا طرف ديال التوب من هذا وطريف من هذا. جيت انا هاد الطرف ما يقدنيش، جيت لصقت له واحد الطريف من هنايا وطريف من هنا، ودرت ليهم الماتلاساج. وبالنسبه للماتلاسي راه حنا سبقنا شفناه، اللي ما شفتوش تمشي تشوفوا في لا فيديو اللي كنا درناه، وراني خليت لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، وقديته بنفس الطريقه اللي كنا قديناه داك المره. صافي ملي قديته عطى ليا واحد الطرف بحال هذا الشكل هذا. وغادي نحتاج كذلك واحد الطريف ديال البي بحال هكذا، ونحتاج السنتا الانغيبو بهذا الشكل، خديته انا في اللون اللي كيمشي اللي كيولم ليا هذا الطريف ديال التوب ديالي. وغادي نحتاج كذلك واحد المقيس صغير، دونك نشوفوا كيفاش غادي نخيط. الوغ بالنسبه لابوشيت ديالي غادي تجي على هذا الشكل بحال هكذا. انا حاولت باش ناخذ اسهل بوشيت في هذه المرحله الاولى ديالنا. كاين شكيلات بزاف ديال لي بوشيت، غادي نشوفوهم ان شاء الله من بعد. الوغ هاد لا بوشيت غادي تجي باش غادي نحاول باش ندير فيها هذيك الصلايه اللي كنا خدمنا. غادي تجينا الصلايه هنا ولا بوشيت غادي تجمعها بحال هكذا، غادي تجينا مجموعه على هذا الشكل هذا. الوغ شنو اللي خصنا ندير؟ غادي خصني نخيطها من هذه الجهه ونخيطها من هذه الجهه، وهنايا غادي نحاول باش ندير لها سوينتات اللي باش غادي تشد لينا بها. داكوغ، دونك هذا الشيء اللي غادي نحاولوا نديرو. الوغ بالنسبه للسوينتات اللي غادي نجي نركبهم هنايا، انا بما انني خديت سوينته رقيقه، انا راه خديت غادي نحاول باش ندير اربعه ديال السوينتات في الجهه هنا. لو كون كنت خديت سنتة عريضة بحال هادي مثلا، كنت نقدر ندير غير جوج، وحدة هنا وحدة هنا كانت كافياني. انا بغيت ندير هكذا هاد المنظر هذا، دونك غادي نجي ونقسم هاد الطرف هذا هنايا، ندير على حساب اربعة ديال الطريفات. نجي عندي هاد السوينتات، خديت قياس ديال 30 سنتيمتر في جهة، في كل جهة. غادي نجي غادي نركب وحده هنايا، ندير ليها فنيته، نحاول نديرها في الجن هنايا، ها هي، نحاول ندير وحده في هذا الجنب هذا، نشدها فنيته بحال هكذا، ونحاول ندير وحده اخرى في هذا الجنب الاخر. هذه المسافه هذه خصها تكون عندي نفس المسافه اللي عندي هنايا. داكوغ، دونك انا يا هنايا غادي تجيني في هذا القياس هذا، نشدها كذلك فنيته صافي، ونحاول نقسم هاد الجهه هذه، نقسمها على اساس انني نزيد هنايا وهنا وهنايا، ندير على حساب انني غادي ندير اربعه. الوغ من بعد ما لصقت السوينتات ديالي هنايا، ها هما لصقت ربعه ديال السوينتات في هاد الجهه، دابا خصني نلصقهم في هاد الجهه. انا لصقت هنايا، بقاو ليا هادو جوج، كنجي كنحط هكذا بحال هكذا، كنعبر البلاصه اللي خصني ندير فيها مثلا هادي هنايا، وكنجيب السوينته وكنلصقها هنايا، كنلصقها في فنيته هنايا، ونفس الشكل في هاد البليصه الاخرى.
صافي دونك هاني لصقت هنايا 4 ولصقت هنا 4. دابا شنو بقى ليا؟ ان هاد البلاصه هادي هنايا غادي نحاول ندير ليها واحد البي هنا وندير بي هنايا كافي. الوغ بالنسبه للبي راه حنا شفنا راه درنا الدرس ديال البي قبل، اللي باقي ما شافتوش تمشي تشوف، راني خليت الرابط في صندوق الوصف. الوغ دابا ندخل الماكينه باش نخيط البي ديالي من هاد الجهه ونخيط من هاد الجهه، ومن كون نخيط يخصني نرد بالي باش هادو يتشدوا ليا مع البي، ما خصهمش يتسلوا، نرد لهم البال. الو ندير قماش انا في الطريقه راه درنا عليها وشفناها، ما عليك غير تمشي تشوفي انا وصلت الاخر تا تا في هنايا صافي. دونك ها هو البي ديالي كيفاش جا. الوغ نفس القضيه اللي درت هنا غادي نديرها في الجهه الاخرى. انا بعد ما درت البي من هاد الجهه ومن هاد الجهه ها هي. الوغ هاد السوينتات اللي عندي دابا نحيد لهم الفنيتات اللي كنت شاده بهم، ما غنخليهمش دايرين بحال هكذا، واو ميم طون باش نرتقهم مزيان غادي نجي وغادي نردهم للوجه عندي بحال هكذا، غادي نجي ونردهم للوجه بحال هكذا باش يجيوني في بلاصتهم مزيانه وباش كذلك يترتقوا مزيان. شنو غادي ندير؟ غادي نجي ونخيط على الراس ديال البي، غادي تجيني واحد الخياطه ثانيه اخرى، منها كتعطيني واحد الديكور ومنها غادي تشد ليا هاد السوينتات. انا غنجي على الحرف، على هاد الحرف ديال البي هنا. انا شديت هذيك البلاصه عاوتاني نوصل حتى لهنايا، نشد عاوتاني هذه البلاصه ونمشي حتى انني نشد كاع هاد السوينتات كلهم. هات ليا هذه الاخرى فوالا، انا كملتهم هما جاو بهاد الطريقه هادي، هما جاو خارجين وجاو عطاو واحد المنظر هنا نيت زوين وجاو شادين صافي. الوغ نفس العمليه غادي نديرها في الجهه الاخرى. دونك بعد ما ساليت هاد الشيء هنايا من هنا ومن هنايا ها هما ساليناهم، دابا ما بقى ليا غير نخيط نطويها هكا على جوج ونخيطها من هنا ونخيطها من هنا، ويخصني نحاول باش نخيطها على الحرف، ما نخليش بزاف ديال هذا، نخلي نحاول نخيطها على هاد الحرف هذا صافي. انا نخيطهم ونرجع. دونك هاي الخياطه ديالي من هنايا من هنايا ومن هنايا، انا درتهم هاد الخياطات هادو ودرت انا غيطمون في الاول في الاول وفي الاخر ياك. دابا بالنسبه لينا لا بوشيت راها تسالات تخيطات، ولكن لا هنايا هاد الجهه هادي كيف شفتيو هاد الخياطه هنايا راها ما مفينياش، جيت ودرت غير خياطه عاديه. الوغ باش غادي نفينيها انا غادي نحاول نفينيها بالبي. دونك غادي نجي وغندير لها واحد الطريف ديال البي من الداخل
غادي يعطيها الداخل ديالها واحد واحد غادي تجي زويونه من الداخل تجي فيها هذه الطريقه. وبنفس الوقت غادي نحاول باش نفيني باش نغطي هذا التنتيف اللي عندي هنايا، غادي نحاول باش نفينيه داكوغ. دونك غادي ندير نفس العمليه اللي خدمت اللي باش خدمت البي، غادي نخدم هنايا. الو غادي نجي وغادي ندير هذه القضيه هنايا، غادي نخلي شويه ديال البي زايد باش نفيني هذه البليصه الفوقانيه اللي عندي هنايا، وغادي نطوي عليه ونولي عاوتاني نطوي البي بحال هكذا. باش نبدا نفيني من الفوق في دونك انا غادي ندخل هنايا ندير امارش ونخيط. ندير انا ريتمو ونمشي عليه كله البي. ومن نجي الاخر ندير نفس العمليه، غادي نجي بلاصه الطريقه اللي حنا شفناها من خدمنا البلاطو بالبي. ها هي انا غير باش نفيني هنايا، ها هي غادي هكا ونولي ندير انا غيتما صافي. دونك انا راني فينيتو هنايا، فينيتو بالبي صافي. غادي ندير نفس العمليه في الجهه الاخرى. راه انا درت البي، درتو من هاد الجهه ومن هاد الجهه هنايا، ها هو جا مفيني فينيت الخياطه وميم طو عطيت له واحد المنظر لداخل جميل ياك. الو اشنو اللي بقى ليا دابا؟ راني ساليت لابوشيت، ولكن هاد القنيتات هادو انا ما بغيتهمش يبقاو ليا مقنتين هكا، بغيت تعطيني ديك لا فورم ديال لابوشيت ديال البوشيت، ما بغيتهاش تبقى ليا غير هكذا. اشنو غادي نجي ندير لهاد القنيت؟ الو هاد القنيت غادي نجي وغادي ندير له بحال هكذا بحال هكذا، ونجي ونخيط هنا. غادي ناخذ من هنا لهنايا واحد 3 سنتيمتر ولا 4 سنتيمتر على حسب لا بروفوندور اللي بغيت انايا ديال لابوشيت. الوغ نجي انايا نحسب من هنايا لهنا 4 سنتيمتر، ومن هنا لهنايا 4 سنتيمتر، وندير واحد لو تري بحال هكذا، واحد السطر بحال هكذا، ونجي ونخيط عليه صافي. يلا انا غادي نديرها، وغادي نديرها من جوج جهات، من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى. لي 7 سنتيمتر هنايا، ندير ان ريتمو هنا عندي 4 سنتيمتر، ندير ان ريتمو ونخيط. صافي ونفس الشكل نديرو في الجهه الاخرى. دابا غادي نقلبها، هادو كنقدر نقطعهم نقدر نخليهم لداخل، انا ما بغيتش نقطعهم، بغيتهم يبقاو ليا لداخل هكذاك. ها
ما جا كي جات جات هنايا بقى ديك ديك القنيت ما بقاش ولات مخيطه باش عطات ليا الشكل ديال ابوشيت ولا لا تروس ولا جاتها جات جات هكذا. هذا القنيت هذا مخيط هنايا وهذا جا مخيط هنايا بحال هكذا وجات عطات هاد لا فورم هادي صافي. داكور دابا ما بقى ليا غير نخشي فيها لا نخشي فيها السجاده ديالي هي راها سالت حنا نديرو فيها السجاده ونشوفوها كي جات. ها انتما كيما شفتو البوشيت كيفاش جات وهو المنظر ديالها هنايا بما من صوبنا هذا عطاتنا لا فورم ديال البوشيت هنا هذه هذا هو اللي عطانا هاد لا فورم هذه هكذا. ها هي جات مزيانه دونك انا درت ليها داخل درت ليها هذيك السلايه ديالنا او السجاده اللي كنا صوبنا درتها لداخل. دابا بقى ليا غير نجمعها انا غادي نحاول باش نجمعها بواحد الوريضه هنايا غادي نشكل هكذا ونشكل وريضات فوالا بحال هكذا ندير عاوتاني هنايا دونك غادي نسدها كلها بهذه الطريقه هذه فوالا باش يعطيها واحد المنظر جميل. وحنا كنتبازاو على جوج ديال الحوايج عندنا لا فينيسيون وعندنا لا ديكوراسيون الوغ المنظر حتى هو تيلعب عندنا دور كبير هنايا فوالا بقات ليا هاد الاخرى هادي حتى هي وانا ساليت فوالا دونك ها هو المنظر ديالها كيفاش جات دايره صافي. الو نتمنى على الله باش تكون عجبتكم هاد الطريقه هادي واللي خدمات السلايه ديالها تمشي تساوب لها اون بوشيت بحال هادي ما عليها غير تبع المراحل اللي درنا وان شاء الله غادي تنجح فيها. الو نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل هو اللي غادي نديرو فيه هذيك لا بورس ديال التسبيح ودابا نقول لكم السلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. السلام عليكم.